انطلقت هذه الجولة للرابطة المحترفة الثانية التي جمعت فريق شبيبة بجاية برائد ترتيب اتحاد البليدة. نبدأها على غير العادة من الدقيقة 35، أين سجل فريق شبيبة بجاية هدف بضربة مقاسية من طرف شيبان، والصورة توضح أن الكرة تعدت خط المرمى قبل أن يضعها زافور المتسلل في الشباك، هدف رفضه الحكم حوسنية بداعي التسلل. وبالعودة إلى أطوار اللقاء والذي ظهرت فيه شبيبة بجاية في الشوط الأول بوجه مغاير تماما عن الجولات السابقة، وشهدنا نسوج كروية جميلة، حيث لم تمضي 26 دقيقة حتى تمكن المايسترو زغلي من مباغتة الحارس لتيم من كرة ثابتة ليمضي بذلك الهدف الثامن له هذا الموسم بين الكأس والبطولة، والرابع من كرة ثابتة. فيما اكتفى بعد ذلك زملاء نوبلي بالدفاع والاعتماد على الهجمات المعاكسة، وبعدما كان الجميع ينتظر إضافة هدف آخر، سيح على غير العادة يخطف كرة من الدفاع وينطلق بسرعة يعرقل من بلقاية داخل منطقة الجزاء. الحكم حوسنية يعلن عن ضربة جزاء يتولى تنفيذها نوبلي يسجلها، وعلى نتيجة التعادل الإيجابي ينتهي الشوط الأول. الشوط الثاني جرى تحت تهاطل أمطار غزيرة، وهو ما صعب من مأمورية اللاعبين، أين شاهدنا وجه مغاير للبليدة الذي اعتمدت على الهجمات المعاكسة لكن بدون جدوى، فيما تواصل إهدار الفرص لأبناء يما غوريا الذين احتجوا في الدقيقة 60 على ضربة جزاء بعد تسديدة يحيى شريف يردها المدافع. وعلى نتيجة التعادل ينتهي اللقاء. برنوالو